تستمر احتجاجات من قبل طلاب جامعة إدلب للمطالبة بالترفع الإداري على 6 مواد بدل من 4 مواد. حتى الآن نظموا عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي وأمام رئاسة الجامعة، واليوم يقفون أمام قصر المحافظ في مدينة إدلب. كما نشاهد هذه الجموع من الطلاب، طلاب جامعة مدينة إدلب، طلاب وطالبات، هم يطالبون بالترفع الإداري نتيجة الظروف الصعبة التي مروا بها سابقا والتي منعتهم ربما من الدراسة أو رافق هذا الأمر بظروف مادية صعبة، بالإضافة إلى ظروف النزوح والقصف الذي كانت تتعرض له مناطق ريف إدلب الجنوبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مطالبكم اليوم؟ مطالبنا أنه رئاسة جامعة إدلب تصدر قرار ترفع إداري على 6 مواد. رئاسة الجامعة عللت هذا الأمر أنه هي عم تتبع أنظمة عالمية، الأنظمة العالمية كلها 4 مواد، بالإضافة أنه نسبة الرسوب ما كانت عالية جدا في الجامعة وهي ضمن الحد المطلوب، بالإضافة برر رئاسة الجامعة وبرر الدكتور أحمد أبو حجر رئاسة الجامعة أنه الطالب اللي حمل 6 مواد بالسنة القادمة راح يكون عنده 14 مادة، راح يكون بالمحصلة ما يقارب 20 مادة، فهو راح يكون عليه عبء كبير وممكن ما يحقق النجاح. كيف انتوا بتحسنوا بتردوا على هاي التساؤلات؟ تمام، كلام الدكتور احمد ابو حجر هو صحيح وسليم 100%، بس ولكن نحن العام الماضي كانت نسبه الرسوب نسبه عاليه كثير، نسبه عاليه جدا يعني بسبب النزوح والتهجير والقصف يلي صار علينا، فادى الى نسبه رسوب كبيره، صار ترفع اداري. فهذيك السنه نحن جينا على السنه هاي الجديده كان معنا 6 مواد من السنه الماضيه، والسنه هاي 14 ماده صار نحن عندنا 20 ماده، فانا اليوم انا عم طالب على ترفع بالاداري على 6 مواد، فأنا فعليا مرفع 14 مادة، يعني أنا فعليا أنا منجح سنة كاملة. المسؤولين عم يقولوا أسباب عدم ترفع إداري إنه كان هاي السنة وضع هادئ بشكل عام، بس هل إذا كان الوضع هادئ في مدينة إدلب، بس كان في مدينة إدلب، جبل الزاوية لحد الآن عم ينقصف، المخيمات لحد الآن مبنية وأهل المخيمات ما رجعوا دورهم، العالم هلا ساكنة في المدارس، أستاذنا نحن في ظروف حرب، طلاب عايشة في عدم اكتفاء اقتصادي، طلاب عم تشتغل بالليل وتداوم بالنهار، طلاب عم تشتغل مشان تدفع حق محاضرات او قسطة. كمان حابين ننوه عن فكرة انه حكمونا بعدد مواد اللي رح نتقدم لها على التكميل 8 مواد. لما حطوا 8 مواد فالطلاب فكرت اكيد في ترفع اداري بحكم انه حكمونا ب8 مواد. وكيف بيصير ترفع اداري بكلية التربية لقسم معلم الصف بغض النظر عن عددهم وبغض النظر عن انه هن مثلا ما كان في نسبة ترفع على السنة الرابعة، بالنسبة لنا نحن رح نضل معتصمين ورح نضل واقفين هاي الوقفة لحتى يطلع قرار الترفع الاداري.